مواجهاتها مع الفرق التشادية، وبهذه النتيجة يكون الأهلي ببنغازي هو أكثر فريق أو الفريق الأول الذي يتحصل على النتيجة الأكبر برباعية نظيفة على حساب فريق الفريق التشادي. والآن أعود للضيوف الكرام، كابتن فؤاد أو معي رمزي. نعم رمزي، مساء الخير. أكيد إنجاز جديد يحسب وخارطة جديدة لكرة القدم الليبية. بالأربعة اليوم الأهلي بنغازي ربما يحسم هذا اللقاء من الدور الأول بجانب الآن صاحب هذا الإنجاز الكابتن طارق العشري. أولا ألف مبروك هذا الفوز الكبير وهذه البداية الحقيقية التي تتمناها هذه الجماهير وأيضا تتمناها أنت كمدرب اليوم. شوف ألف مبروك طبعا لجماهير النادي الأهلي وجماهير ليبيا بصفة عامة. الحاجة اللي كانت بتؤرخني ان ليبيا حاليا بتعيش مرحلة انتعاشة كروية وعاوزين نواصل المشوار. النهاردة احنا فرحانين بالمنتخب ان فاز بالبطولة ودي بداية جيدة. النهاردة الاندية اللي بتلعب باسم ليبيا في الاندية في البطولة الافريقية سواء الاهلي في دوري الابطال او الاهلي في البطولة الكونفدرالية عليها مسؤولية كبيرة جدا ان هي تواصل المشوار. محتاجين ان فعلا نحافظ على الطفره دي بشكل كبير جدا عشان نفيد الكره الليبيه. النهارده انا بحيي الولاد، كان عنده يعني حسن الظن، يمكن الاداء ممكن ما يعجبش ناس لكن انا مبسوط ان احنا قدرنا نحرز 4 اهداف. محتاجين نامن كمان في المباراه القادمه بفوز لان انا محتاج اتعلم لغه الفوز خارج الملعب. طالما ان انا شاركت في افريقيا لغه الفوز مهمه جدا خارج الملعب. ان شاء الله هنرتقي من مباراه لاخرى بالنسبه للاداء كمان بالنتيجه لان دي دور مهم جدا على اساسها تترشح للدور ال 32 ان شاء الله باذن الله تعالى. انا ببارك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبين، وان شاء الله دي بدايه وان شاء الله نكمل باذن الله. شكرا لك يا كابتن طارق، والف مبروك ان شاء الله. شكرا ايضا.